أولاً تود مديرية الأمن العسكري أن تشكركم على الجهد والعمل في خدمة وطنكم الغالي بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الحظر الكلي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كوفيد-19 وتقوم مديرية الأمن العسكري بتقديم الدعم والمساندة لكم من خلال تسيير الدوريات الأمنية في نطاق المسؤولية وحرصا منا على نجاح هذا العمل نود أن نستذكر معا أهم المخالفات الأمنية التي من الممكن أن تعيق نجاح هذا العمل أو إظهار العمل بشكل الغير صحيح. أولا عدم الالتفات للإشاعات أو الترويج لها مما قد يحبط الروح المعنوية لدى أفراد قوة الواجب أو يحبط الروح المعنوية عند أفراد المجتمع. ثانيا عدم التصوير والنشر أثناء عمل قوة الواجب والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي يظهر صورة غير حقيقية لعمل قوة الواجب. ثالثا تجنب الاستخدام الخاطئ للسلطة الذي من الممكن أن يسيء بسمعة أفراد الحرس الوطني. نود أن نشكركم على الجهد المبذول. حافظ الله الكويت والجميع من كل مكروه.